اسمي باغا محمد بشير من الصحراء الغربية، أنتمي لمجموعة نوفا الصحراء، تتخذ مبدأ لا عنف لها. أريد أن أحدثكم عن بعض النقاط عن وبتلخيص عن تاريخ الصحراء الغربية. الصحراء الغربية كانت أولا مستعمرة من طرف الاستعمار الإسباني منذ 1848، دام الاستعمار فيها وقتا طويل إلى أن انسحبت الإدارة الإسبانية من الإقليم الصحراوي، ووقع بعد ذلك اتفاقية سميت باتفاقية مدريد المشؤومة التي شاركت فيها 3 أعضاء، منها موريتانيا والمملكة المغربية وإسبانيا، على تقسيم الصحراء الغربية وتمت الاتفاقية على أن المغرب له الجهة الشمالية وموريتانيا الجنوبية. في هذه السنة قام الصحراويين بتنظيم مقاومة مسلحة لمواجهة الاحتلال المغربي من الشمال، ومواجهته في نفس السنة مواجهته من موريتانيا. في الوقت الذي واجهوا من الشمال مع المملكة المغربية كانت هناك مواجهة أيضا من الجنوب من طرف موريتانيا. لم يلجأ الصحراويين إلا الفروع إلى الجزائر واحتضنتهم، وفي تلك الأثناء بدأوا بتكوين مخيم سمي بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. لقد مر هذا المخيم بعدة خطوات كبيرة عانى منها الشعب جميع أنواع المعاناة والمأساة في جميع المجالات، حتى الاجتماعية الصحية في التعليم، ولكن يتلقون دعما من الإعانة الدولية وبعض المنظمات أو الجمعيات المتعاطفة ومتضامنة مع الشعب الصحراوي. إلى حد اليوم يعترف بالمخيمات اللاجئية أنها أنظ المخيمات الوحيدة المنظمة، حيث أنه هناك تجسيد لدولة وكأنها دولة قائمة، هناك حكومة وهناك جميع المؤسسات، وزارات داخلية وخارجية، هناك وزارة التعليم وهناك وزارة الصحة، هناك ولايات، الولايات كل ولاية تحتوي على دوائر، كل دوائر عندها بلديات. إذن الحياة تقريبا منظمة، ولكن الظروف القاسية للمخيم لأنه في صحراء قاحلة. نسيت أن أذكرك أن المغرب في أثناء 82 قام بوضع جدار عازل في منطقة الصحراء الغربية طوله 2700 متر، مؤجج بالقنابل، فيه ما يقارب 10 ملايين من القنابل، بأنواع القنابل تفصل بين الجهة في المناطق المحتلة والمناطق المحررة. الاحتلال المغربي يحتل 80% من مناطق الصحراء الغربية، ولن يبقى إلا 20% من المناطق المحررة. التحكيم الإعلامي هناك موجود بكثرة في المناطق المحتلة، حيث أنه هناك تقام بانتفاضة، هناك تقام مظاهرات سلمية آخر حدث شهدته الصحراء الغربية هو مخيم قديميزيك، وهما جسدوا مخيم في المناطق المحتلة يرددون ويندّدون بالاحتلال المغربي واستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية، أنهم يقومون باتفاقيات ويستنزفوا ثرواتهم، حتى أنه ما يستفادوا منهم المواطنين الأصليين اللي هم الصحراويين، في حين أن في موضوع الثروات الطبيعية حتى وإن كانت تحت الاحتلال، ولكن دائما يبقى هناك نصيب للمواطنين الأصليين. التحكيم الإعلامي هناك يشهد يوميا أنواع الانتهاكات، خاصة المرأة تواجه الاغتصاب وتواجه الاعتقال، يعتقلوها دون أن يراعوا أي ظرف للمرأة، هناك إجهاض يجهدون في المحابس، في يجهد المرأة يعروها يصوروها يتحرشوا بها، والاعتقال القسري للأطفال. آخر هناك مجموعة من الأطفال هم معتقلين، هم قسريين من 16 سنة إلى 13.
كوني أنا أنضم إلى جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين الصحراويين في المخيمات اللاجئة، هناك ما يقارب 8000 ملف مفقود صحراوي إلى حد الآن السلطات المغربية ما اعترفت بهم، وكل الملفات واضحة اليوم بيوم الاعتقال وبالصورة ومكان الحدث وتاريخه. إلى اليوم ما زال المملكة المغربية ما اعترفت عن أنه هذا الأشخاص اعتقلوهم. بالمناسبة أنا والدتي فاقدة والدها في 75، إلى حد الآن ما لن تتلقى أي أخبار عنه. نحن كشباب عانينا الكثير في مخيمات اللاجئين، حيث أنه ندرس التعليم إلى السنة السادسة، وبعد السنة السادسة يبحثون لنا أماكن أخرى في الخارج لكي نكمل الدراسة، وننقطع عن الأهل مدة 12 سنة دون معرفة أي خبر عنهم، انقطاع تام. نتمنى أن نعيش في دولتنا، نواكب كل كدولة قائمة، نقرأ فيها، نساهم في بنائها، في تكوينها، ما عندنا نتم مشتتين. إلى عندنا جاليات في كوبا يمشوا 18 سنة. أنا باختصار يمكن أني لن أعطي حق للقضية، لأنها قضية كبيرة جدا ومهمة، ونتمنى إن لم تصل لم تصل هي كاملة، أتمنى أن يكون وصل قليل منها، أنهم فهموا شنو معنى الصحراء الغربية المحتلة، وشنو معنى المخيمات اللاجئة، كيف تاش يعيشوا. في الأخير نتمنى عنهم يفهمونا وعنهم يوقفوا معنا، لأن نحن آخر دولة محتلة في إفريقيا، ونتمنى أن يتوحد العالم كامل للقضاء على مسألة الاستعمار. هذه معظم معاناة ما أعطيتها ياسر من الشرح، ولكن قليل خير من لا شيء.